الوضع سيء للغاية، هل تريد من الأمة أن تعيش بتفسير ابن كثير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ هل هذا معقول؟ هل هذا كلام؟ أن يعيش الناس وكأن هذا التفسير مطلق نزل من السماء، لم ينزل من السماء إلى القرآن. تريد أن يبقى الناس على تفسير ابن كثير حتى يرث الله الأرض ومن عليها؟ هذا يبين عجز العلماء. ولذلك قلت ليس هناك علماء. ولماذا تريدون أن أعود إلى ابن كثير؟ لماذا تريدون أن أعود إلى تفسير القرن الأول؟ لماذا لماذا أعود إلى تفسير القرن الأول؟ لماذا؟ يعني نحن ليس لدينا حظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هذا ثم القرن الذي يتم. ثم نحن ليس لدينا حظ، يعني القرون ثلاثة فقط، أما احنا ليس لدينا حظ أن الله غادي يظلمنا، لما ما يكونش فينا علماء، ما يكونش فينا فقهاء، ما يكونش فينا ناس يستفسروا القرآن. والله غريب الناس كيف يرون الأمور. هذا ليس نظرة العلماء، هذه ليست عقلية العلماء. هذه ثم يعني الأشياء هذه يريدون أن يبقى الناس هكذا. إذا منذ القرن الأول لا تكون طائرة ولا سيارة ولا قطار ولا ساتيلايت ولا حاسوب ولا أي شيء. في الآخر تقول يبقى في تخصص. لقد ذكرت العلماء بسوء. أين هم يا سيدي؟ أين هم العلماء؟ لو كان هناك علماء ما ضاعت الأمة الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني تتميما لما ذكرناه حول كلام الدكتور محمد الفايد وما يريد أن يشكك به في دين الإسلام، يعني من حيث الفقه والتفسير والفتاوى وغير ذلك من الأمور التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن هجومه على كتب التفسير. وطبعا كتب التفسير التي تلقتها الأمة بالقبول على رأسها كتاب ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، وهو شيخ المفسرين، وهو من الكتب التي يروي فيها صاحبها يعني تلك المرويات بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين، أكثر المرويات على هذا النسق. يليه كتاب ابن كثير رحمة الله عليه وكتاب ابن أبي حاتم، هذه من الكتب المسندة، ابن أبي حاتم وكتاب ابن جرير الطبري. طبعا هؤلاء لماذا يتعرضون لهذه الكتب؟ هذا السؤال سؤال المشروع. علاش بالضبط كيقول لك واش نبقاو حنا دائما مع ابن كثير 14 قرن ارجعوا ابن كثير، فين ما احتجنا لتفسير آية من كتاب الله عز وجل لابد أن نرجع لابن كثير. يعني احنا ما عندنا حظ، احنا ما عندنا نصيب، يعني ما عندنا عقول، ما نقدروش احنا نفسر القرآن حتى نرجعوا لهؤلاء. طبعا الرجوع ليس لابن كثير من حيث هو مفسر، وإنما الرجوع إلى تلك المرويات، لأن التفسير باش كيكون التفسير يكون بكتاب الله عز وجل، القرآن يفسر بعضه بعضا، وأيضا يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الكتب منها يعني طرف طيب، والتفسير يكون بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا ابن عباس رضي الله عنهما. حتى ابن عباس هو ترجمان القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، فكان آية في التفسير رضي الله عنه وأرضاه، وكان يرجع إليه الصحابة في التفسير، وكان يقول رضي الله عنه والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ما كاينش شي آية في القرآن إلا وأنا كنعرف وقتاش نزلت وسبب النزول ديالها، وكون عرفت شي واحد عنده علم زائد على ما عندي تبلغه الإبل يمكن نركب على الناقة ديالي ولا على الجمل ديالي ونوصل له من أجل أن أستفهمه وأستزيد علما لركبت إليه، لا أبخل بالركوب إليه. هذا هو ابن عباس رضي الله عنه التي تكثر مروياته في كتب التفسير، وكذلك مجاهد بن جبر، وكذلك يعني الحسن البصري وغيرهم من الأئمة. فلذلك قضية التفسير يعني معروف، والأمة درجت على قبول
تفاسير هؤلاء السلف. طيب، ما هي حجة هؤلاء الذين يريدون أن يبعدوا تفاسير السلف؟ لأن عندهم قراءة معاصرة للقرآن. كيقول لك أودي هذيك التفاسير فيها أمور يندالها الجبين، فيها أمور لا تليق ولا يقبلها العقل، والله عز وجل منزه عنها. طيب، إذا بغينا نشوف الأمثلة التي يضربها هؤلاء فسنجد بأن الخلل في عقولهم بسبب جهالاتهم، استشكلوا ما لا يستشكل. كيقول لك كيفاش الله عز وجل غادي يذكر الحور العين وغادي يرغب الناس بأمور يعني جنسية في الآخرة؟ الله منزه عن هذا. طيب، قضية قولك يا رجل بأن الله عز وجل منزه عن هذا، ينبغي أن يكون منزها عن ذلك فعلا، وينبغي أن تأتي بالدليل على تنزيهك لربك عز وجل عن ذلك. يمكن أن نقول مثلا الله عز وجل منزه عن أن يرغب عباده بالطعام والشراب، الله عز وجل منزه عن ذلك. أنا كيبان لي بأن الله عز وجل منزه باش يرغبنا في أكل الطير واللحم والفاكهة، الله منزه عن هذا. كيفاش الله منزه عن هذا؟ وكذلك الله عز وجل منزه عن أن يقسم بالعاديات. رجب التفسير الآن، دابا هو كيتوعد بأنه هذا محمد الفايد الآن كيتوعد، كيقول لك راه غادي نجيبوا التفسير وباقي ما فسرش وغادي نبداو التفسير، وكيهدد المسلمين، والمسلمين دابا راه تيترعدوا لأن السي محمد الفايد غادي يفسر القرآن، وغادي يبان لهم بأن داك التفاسير اللي كانوا فاهمين 14 قرن كلها ما منهاش، والتفسير الصحيح هو التفسير الكوني الذي يأتي به محمد الفايد. والله هذا في الحقيقة من المضحكات المبكيات، كثرة الهم تضحك. باش يكون واحد الإنسان جاهل ليس له علم ولا له تخصص في علوم الشريعة، بل في علم واحد من علوم الشريعة، ما عنده حتى شيء علم من علوم الشريعة، لا يتقن شيئا، وإنما عنده نتف من هنا ومن هنا، ولا يحسن شيئا من ذلك، ومع ذلك يزمجر، ومع ذلك يبين أنه على شيء، وكيجي كيفسر. قال لك والعاديات ضبحا، الله عز وجل منزه باش يقسم بالعاديات اللي هي الخيل. العاديات ضبحا يعني بدك الريح الذي يخرج من يعني مناخرها، وفالموريات قدحا يعني أن حوافرها حينما تضرب الصخر فإنها توري شررا، كيبقى يطير ذاك الشرر بحال النار. يعني كيفاش الله عز وجل غادي يقسم بهادشي؟ طيب، الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. طيب، الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون، يلا أنا غادي نقول لك الله منزه عن أن يقسم بالتين والزيتون. الله عز وجل يقسم بالكرموس وبالزيتون، شكون أولى القسم بالخيل ولا بالزيتون وبالكرموس؟ إذا أنكرت هذا عليك أن تنكر هذا، ولا تجيب لنا تفسير جديد تقول لا ما أقصد بالتين شي حاجة أخرى، هي المختبر ولا هي الباخرة ولا هي الحاسوب، والزيتون المقصود بها هو يعني هذا المترو وكذا، الأمور اللي يعجبك تكلم بها دائما. عجيب، كيفاش الله منزه عن كذا ومنزه عن كذا؟ واخا هذا محمد شحرور ديالك أنت الذي تعتبره إماما في هذا المذهب الذي تسلكه، فجي في السر والفجر وليال عشر، قال لك ماشي الفجر المقصود به هو يعني صلاة الفجر، لا، هذا من التفسير الكوني ما عنده علاقة بالفقه، وإنما الفجر هو الانفجار، هو الانفجار العظيم الذي حدث، هذا بيج بان. وقال لي الصحفي وليال عشر، قال لي ليال عشر هي ديك المراحل العشر التي مرت في الظلمات قبل أن يظهر النور. طيب، والشفعي والوتر هي ذاك النوترون والبروتون وكذا. إذن هذا التفسير ديال الحمقى لا يعجز عنه أحد، يعني يكفي الإنسان يكون بليد ويكون أحمق ويفسر هذا التفسير هذا فقط، يهجم عليه هجوما. لكن تفاسير السلف حينما يرجعون فيها إلى اللغة، لغة العرب، وكانوا أقحاحا، ويرجعون فيها إلى يعني القرآن، ويرجعون فيها إلى السنة وإلى كلام الصحابة الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو التفسير كيكون سبحان الله يعني قائم بذاته، فينزل بردا وسلاما على القلوب. ويجيب الناس هذه التفاسير باش بغى يفسر مثلا قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف،
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا علاش كفر؟ يعني ما أشرك بالله شيئا. احنا اللي عندنا في القرآن بأنه كفر لأنه لا يمكن أن تفنى تلك الجنة، يعني أعجبه حسنها وما فيها من أنهار وما فيها من ثمار، فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وأنكر البعث. هذا سبب كفره. لا شحرور كيقول لك لا، أنكر قانون التطور. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذه مراحل التطور. إذن قضية التطور، لأنه يقول بنظرية داروين هذا محمد شحرور. وأيضا لما ذكر قصة لوط عليه السلام وجداله مع قومه وقولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فكل المسلمين يعلمون بأن قومه كانوا كفارا وأضافوا إلى الكفر الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين. فهو شحرور يقول لك لا، لماذا عاقبهم الله عز وجل؟ لأنهم ما ابنوا الآخر، يعني لم يقبلوا بالآخر. يعني شوف دابا هو كيف كيطوع هذه الآيات من أجل أن توافق ما عليه النظام العالمي الجديد. يعني كيشوف ذاك النظام كأنه ينطلق منه. هالنظام شنو؟ ماذا تريدون؟ غير قولوا لي شنو هي النتيجة وأنا غادي نحاول نعبث بآيات القرآن حتى أصل إلى هذه النتيجة المرجوة. ملي نشوفوا مثلا الزنا والناس يسعون في تحليله وإباحته، قال لك لا، راه القرآن فيه أيضا الأم العازبة. إذن فاش كيقرأوا السلف قول الله عز وجل في سياق بر الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال لك قوله أحدهما، هذه هي الأم العازبة، لأن كل امرأة من حقها أن تصير أما. الله عز وجل ما منعهاش تكون أم، المجتمع هو اللي كيمنعها تكون أم. طيب امرأة لم يتهيأ لها الزواج، اي واخا ما تهيئ لهاش الزواج يمكن تكون أم، ياك كي غدير؟ يعني تعاشر رجلا، يعني تمكن نفسها من رجل فيعاشرها، وهذا أمر مباح، هذا أمر مشروع عند شحرور، يبيح الزنا صراحة. يعني يعاشرها رجل فتلد منه، تولد منه، وهذا هو الذي أشار إليه قول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. مع أن المفسر يقول لك أحدهما يعني الإنسان يموت أبوه وتبقى أمه تدرك الكبر عنده، أو تموت أمه ويبقى أبوه. وعلى فرض يعني ما ماتش هذا الأب، ما ماتش ولا هذا الأب ما طلقش الأم دياله وبقت معاه الأم وحده، فرضنا أن أمه زانت، فيأمره بالبر بها، والولد لا بد أن يبر أمه سواء كانت برة أو فاجرة، سواء كانت مؤمنة أو كافرة. إذن هذا في إباحة ديال الزنا. إذن هذا هو الفكر ديال شحرور، هذا هو التفسير ديال القرآن. إذن هؤلاء اللي كيديروا حلقات وكيقول لك بغينا نفسروا القرآن، هذو بغوا يحرفوا القرآن. إذن حقهم أن يذكروا في العناوين هيا بنا نحرف القرآن، وإلا في القرآن راه مفسر. كيقول القرآن راه باقي ما تفسرش، القرآن باقي ما تفسرش. حتى الآيات الكونية التي يدندن بها هؤلاء ويزعمون أنهم أتوا بما لم تستطعوا الأوائل، هذه راه يتكلموا عليها العلماء، تكلموا عنها بما حضرهم. هذيك الأمور اللي كانت طبعا ما كانش عندهم مختبرات، ما كانش عندهم آليات، ما كانش عندهم يعني وسائل، ولكن مع ذلك ما تركوا هذه الأمور. حتى هذا الشيء اللي دركوه دابا علماء البحار، مثلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذه راه ذكروها المفسرين بأن الله عز وجل جعل برزخا أي حاجزا لا يرى بالعين بين البحر المالح الأجاج وبين البحر العذب، فلا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا، وخم خلطين مرج أي خلط، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني هذا الماء من اللي كينتقل لهذا الضفة كيولي عذب، وهذا من كينتقل لهذا الضفة كيولي مالح. هذه قدرة القدير سبحانه وتعالى. إذن حتى هذه الآيات الكونية وفي قضية تكون الجنين كيف ذكر الله عز وجل يعني مراحل خلقه، هذه يتكلموا على العلماء. فماذا يحدث الآن؟ يأتي الطب وعلم التشريح وعلم الأجنة فيصدق ما جاء
في كتاب الله عز وجل، وما تكلم عنه ما تكلم عنه الفقهاء والمفسرون مع قلة ما كان عندهم. إذا أنت إلا بغيت تجي تفسر وفسرت مثلا هذه الأمور ما تزيدها إلا تأكيدا، راه ما غتجيب شي حاجة جديدة، غتزيد تأكد هذاك الأمر اللي أشار إليه كتاب الله عز وجل وأشار إليه المفسرون بحسب وسعهم وحسب طاقتهم. ولكن أنت الآن تريد أن تعبث بالقرآن جملة وتفصيلا، علاش؟ لأنك أنت كتتكلم الآن حتى في الأمور الغيبية، يعني من كتتكلم دابا في الحور العين، هل هذا أمر أدركته به المختبرات؟ أنت وضعت الحور العين في المختبرات وفي التلسكوب وتبين لك بأنه ليس المقصود به يعني نكاح أهل الجنة، وإنما المقصود به هو أمور كما تزعم وكواعب أترابة هذا يعلمها المهندسون الفلاحيون بأنه هذيك الدالية ديال العنب وكذا، فتأتي بما لم يقل به أحد من العالمين. هذا هو التفسير ديالك الآن، هذا هو التفسير الذي ينبغي أن تحمل الأمة عليه وتريد أن تؤلفه وأن تصد الناس عن التفسير الصحيح الذي أجمعت عليه الأمة ورضيته وعبدت الله به. أنت الآن كتمشي حتى الآيات الفقهية حتى هي بغيتي تتكلم فيها، الآيات ديال الوضوء باقي ما مفسراش، الآيات ديال الحيض باقي ما مفسراش، الآيات ديال الرضع باقي ما مفسراش. طيب كيف ستفسرها يا ترى؟ الآية الحجاب حتى هو ما مفسرش، أنت غادي تجيب لنا دابا التفسير ديال الحجاب وغادي تفهمنا كيفاش غادي يكونوا النساء، وغادي تجيب لنا مفهوم الربا بطريقة جديدة. علاش؟ لأن الربا ماشي هو قضية في البيع فقط، ما يكونش الربا في أمور أخرى، هذه أمور راه قتلت بحتا يا عبد الله لو كنت تحترم عقلك، وكان هؤلاء الذين يلتفون حولك ويتابعون قناتك وما تتلفظ به ويقرؤون مقالاتك لو كانوا يعقلون لعلموا أن هذه الأمور قتلت بحتا ومرت عليها جحافل العلماء سلفا وخلفا وعرضت على النقد، وما فعلوا ما فعلت ولا أشياعك وأصحابك. فلذلك الإنسان ينبغي أن يعرف قدر نفسه وأن يحترم عقله وأن يحترم عقول من يتبعه وأم من يثق به، وأن يتكلم في تخصصه. رافش كنقول لك التكلم في التخصص ما كنسبوكش ما كنشتموكش. دابا أنت لو قلت لي مثلا لا تتكلم في مجال التغذية غادي نقول لك سمعا وطاعا، غادي نقول لك سمعا وطاع، وما تكلمت مرة في مجال التغذية. ممكنش أن ننتقدك مع أنه انتقدك من هو في تخصصك وذكر بأنك تخبط خبط عشواء في بعض الأمور وأنك لست متخصصا كما تدعي وتزعم. ولكن أنا ملي تقول لي ما تتكلمش في هذاك التخصص ولا ما تتكلمش في تخصص الطب ولا الفلك ولا علوم الذرة، غادي نقول لك طبعا ما نتكلمش لأنني ما عندي علم. نتكلم في تخصصين، نتكلم مثلا في الفقه في الحديث، نتكلم في شيء التفسير في الأمور التي أطيقها والتي تعلمتها، هذه أتكلم فيها وأبين ما عندي وما علمني ربي وما أخذت عن مشايخي، ولكن الأمور أخرى ما نتكلمش فيها. إذن هذا فاش كنقول لك تكلم في تخصص، لا الإسلام ليس حكرا على أحد، الإسلام هذا والحديث ماشي ديال الألباني وكذا. يا عبد الله هذا رجل محدث هذا تخصصه، ومثلا واللغة ليست للزمخشري وليست لكذا، وهذا علماء تخصصوا في يعني مباحث وتخصصوا في أبواب من علوم الشريعة، فما تجيش أنت تهجم وتدخل على هذه الأمور هذه وتقول لا راه ما خصهمش يحتكروا. راه تاني نجي نقول لك أنا ما شوف الطب راه ما ديال حتى شي واحد، طب يعني مشاع بين الجميع، تانا خصني نتكلم أسيدي في الطب، تانا خصني نتكلم أسيدي في الهندسة، ونجي عند المهندسين وقد أجمعوا على أمرين ونقول لهم لا أنتم كلكم مخطئون، هذه القرون كلها اللي كنتوا كتعتقدوا بأنه هذا الأمر كذا، لا أنتم مخطئون، الصواب وما أقوله أنا وأنا لست متخصصا. ونجي عند الأطباء من عهد ابن سينا آخر طبيب في هذا العصر هذا، واتفقوا مثلا على أمرين معلوم عند الأطباء، ونجي نقول لهم أنتم ما عرفتوا والو، أنا اللي ما عندي علاقة بالطب أنا غادي نقول لكم ها هو الصواب، والطب ليس حكرا عليكم وكيفاش أنتم كذا، وخصني نحرر الطب من قبضة الأطباء. هذا بغي يحرر قال لك يعني العلم والفقه من قبضة الشيوخ ومن قبضة كذا. عجيب، هذا والله غريب أن يصدر من رجل عاقل. أنا ما كنقول بقي الآن رجل مؤمن أو رجل صالح أو رجل تقي، لا رجل عاقل غير يكون عنده غير العقل فقط،
خلي من الامور ديال الايمان وداكشي بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. نحن لا نتهم النيات وما كنقولوا شيء، ولكن هذه الخطه سواء علم بذلك او جهله هي خطه سوء، وهي خطه تروم هدم الاسلام من قواعده. فلا اتم الله عز وجل لكم ما تريدون، والاسلام باق وتفاسير السلف باقيه على الرفوف وفي الصدور، وتدرس وتدرس وتحفظ ويؤخذ منها العلم الغزير. شئتم أم أبيتم فموتوا بغيظكم. فنسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، إنه الجبار المنتقم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.